بعدين معاكي يا انيسه، مش بابا قال لنا ان احنا لازم ناخد على الوضع الحالي ونتعود عليه؟ غصب عني اصل وحشتني قوي قوي، مش قادره بقى، مش قادره حبيبتي. انت لحقتي؟ انا بكلمها في التليفون. لا لا، في عرضك بلاش، هتفضلي تعيطي لها وتنكدي عليها وتخليها تعيط ليها كمان. لا هو بابا مش بخلينا عاوزين حاجة، يعني ساعات بيخرج بالليل كده. طب يا حسن دقيقة واحدة، عاوز حاجة يا وسعد؟ لا يا بابا متشكر، معلش أنا بكلم حسن صاحبي بس في التليفون مش لاقي على حاجة. أنا بس كنت عاوز أسألك، يعني محتاج حاجة معينة على العشاء أجيبها لك معايا؟ لا يا بابا متشكر أوي. أيوه وسعد، بلاش تحط التليفون كتير على ودنك، مش كويس يعني. حاضر يا بابا، أجيب له سماعة. أيوه يا حسن. يا اخوانا مش كده عيب، الناس بدأت تتفرج علينا. احمد معاه حق، مش معقول اللي بيحصل ده، وكفايه اللي حصل لمحسن. ايوه كفايه اللي حصل لي، من فضلك يا منير خد الستات بتوعك دول بعيد عن المحل. اقفل باب المحل يا ابني، مش شايف الناس. يلا يا اخوانا كل واحد يروح يشوف اكل عيش. يلا يلا بينا يا فوطه، نمشي من هنا. لا بقى، انا هفضل قاعده هنا مع سعيد. وانا يا منير هتسيبني هنا لوحدي؟ يا ست انت، انا مفيش بيني وبينك اي حاجه. لا لا، في في يا سعيد، انت بس بتقول كده علشان قدامهم، لكن تعالى هنا بصي لي، بصي لي بيني وبينك هتفتكر. يا مدام عامله وجودك هنا عامل لي مشاكل. انا ماليش دعوه بمشاكلكم، انا جايه هنا عشان خاطر منير، عايزه اتكلم معاه. واحنا ذنبنا ايه نقعد في الكتمه والحر ده؟ يا سيدي نستحمل لغايه ما يحلوا مشاكلهم. ممكن تسيبونا لوحدنا انا ومنير؟ وانا كمان هاخد سعيد واقعد لوحدنا. ايه احنا في كازينو ولا ايه؟ ممكن تتفضلوا معايا بهدوء؟ انا
مش معاهم يا باشا. الو يا سعيد، ايه اللي حصل؟ طب انتوا فين دلوقتي؟ طيب انا جاي حالا. مرستك نهيت فين؟ هو قاعده في اوضتها. وشمال واحده ليه؟ يا تفيده لسه هنا؟ لا لسه مصر. حتى قلت للست نهى اقعد معاك، قالت لا سيبيني لوحدي، خليني ازعل معاك ما ازعلش لوحدك، قالت لي لا اطلعي بره. لا انت فيك الخير اهو. والنبي يا سيدي ما تسيبهاش لوحدها كده، الاحسن وحش عليها. طب انكتمي خالص، في حد يسال عليها في التليفون؟ لا يا سيدي لا. طب في واحده ست صوتها كويس حلو يعني، هتتكلم لو رديتي عليها اتكلمي كويس. اللي صوتها وحش هرد عليها ازاي؟ تنكتمي خالص. بص الناس دول يا هتظبط، معقول ناس زي دول كلهم محترمين ومراكزهم عاليه يمارسوا اعمال منافيه للاداب وفي محل تجاري؟ طب ايه اللي يحسبهم على كده وكلهم شخصيات متاثره؟ امال يعني كانوا قافلين باب المحل عليهم ليه يا مدري؟ بيلعبوا طاوله؟ وبعدين لاحظ ان في اتنين فيهم مش متجوزين. اولا مدام عبله موظفه محترمه وزميله للاستاذ سعيد في نفس الشركه اللي بيشتغل فيها. ثانيا مدام فتنة تبقى مطلقه من الاستاذ منير، كان في بعض المشاكل بيحلوها مع بعض. والمشاكل دي بقى ان شاء الله ما تتحلش الا لو باب المحل مقفول عليهم. يا فندم ما طبيعي جدا، يعني عايزين يحلوا الخلافات اللي بينهم، مش معقول هيحلوها في وجود الزباين. هو ما حدش اشتكى من وجودنا في المحل، يعني ما جرحناش احساس حد؟ لا بقى، في شكاوى تقدمت فيكم. شكاوى تقدمت فينا احنا؟ ايوه شكاوى تقدمت فيكم. يا فندم دي اكيد شكاوى كنديه. صح يا باشا، دي شكاوى كنديه، لان الناس اللي قدموها هم اللي كانوا عايزين ياخدوا القهوه لما عرفوا ان البشوات هياخدوها. شفت بقى يا ظابط، مش قلت سيادتك المسائل كنديه؟ يا دماغي مش قادر. حد فيكم يا جماعه يقوم يعمل لي كوبايه شاي؟ دماغي وجعاني. قومي يا فاطمه اعملي لاخوك كوبايه شاي. يعني انت مش شايفاني بذاكر؟ طب ما انا كمان بذاكر. لا اله الا الله، اشمعنى انا؟ ايه يا جماعه، ما حدش فيكم هيقوم يعمل لي كوبايه شاي؟ ما تعمل لنفسك يا اخي، قوم اعمل لنفسك كوبايه الشاي. انت حتى كوبايه الشاي مش عارف تعملها؟ يا جماعه انا عمري ما دخلت المطبخ، ماما هي اللي كانت بتعمل لي كل حاجه وتجيبها لي لغايه عندي. طب هي ماما مش موجوده يا مسعد، وبعدين بابا قال لنا نعتمد على نفسنا. هعتمد على نفسي في الشاي كمان؟ اقول لك على فكره هتريحه جامد. ايه؟ ايه رايك يا مسعد لو تروح تكلم غاده في التليفون وتخليها تعمل لك كوبايه الشاي وتجيبها لك لحد هنا بذمتك؟ مش فكره تجنن؟ اخس عليكم يا جماعه، كل ده عشان طلبت منكم كوبايه شاي؟ امال لو كنت طلبت منكم عشا كنت عملتوا فيا ايه؟ هنقول لك كلم اي مطعم يبعت لك دليفري. احنا متاسفين جدا يا جماعه، واضح ان هو كان سوء تفاهم وان انتوا ناس في غايه الاحترام والادب، وانا هكتب في المحضر انه كان بلاغ كذب. متشكرين جدا يا حضره. انا متاسف جدا، اتفضل. شكرا. يلا يا جماعه. يا سلام. احنا متشكرين قوي يا رؤوف. ما تقولش كده يا سعيد، تحت امرك في اي وقت. انا باين عليا نسيت العربيه عند المحل. نعم، هي الحته اشتغلت ولا هي فاوز؟ حته دي يا محسن، احنا في القسم، امال لو كناش طالعين من كبسه اداء. عموما انا ممكن اخد ثلاثه عند فاطمه. اتفضلي معايا انت يا مدام عبد. لا متشكره قوي، انا هاخد تاكسي وهاخد منير معايا. لا معلش يا محمد، ما ساعدش ولا عشان عايزه في الموضوع. اتفضلي. ايه ده، استنى، امال انا مين اللي هيروحني؟ اسمحي لي انا اوصلك يا مدام فاطمه. ايه ده، هي حصلت؟ ما بقاش الا الاشكال دي كمان. تكنيله وانت شكل كرومبه. كرومبه مش مشكله، اللي يفضل نحشيه. ما يغركيش الشكل يا مدام فتنة، الموضوع لا بالحلاوة لا بالوحاشة. مسعد مسعد مسعد. ايه يا ابني نايم كده ليه؟ لا الظاهر نمت وانا بذاكر. معلش تعالى نام على سرير. صباح الخير يا بابا. انت من اهل حبيبي.
ابو فاطمه طلق امها. ابو فاطمه مين؟ يعني مش عارف، فاطمه اللي مع ابنك. ايه الكلام ده؟ دول ناس محترمين. اصل امها مناخيرها فوق قوي، ويظهر كده لما عرفت اللي بين ابنك وبنتها اتخانقت مع ابوها وطلبت منه يطلقها. سامي اللي قالك كده؟ انا حسيت من كلامه كده. معقول الموضوع يوصل لخراب البيوت؟ ده ما يرضيش حد ابدا. ده حتى لو هو اتجوزها غصب عنهم ابنك مش هيخلص من المشاكل. احنا مش في ابني دلوقتي، احنا في البيت اللي هيتخرب بسببنا ده. يا فاطمه، يا انيسه، السفره فاضيه، يعني واضح ان احنا مش هنتغدى النهارده. يا فاطمه، يا انيسه. ايوه يا بابا. مش هنتغدى يا بنتي؟ ما هو الراجل لسه ما جاش. راجل مين؟ الراجل اللي هيجيب الاكل. وانتوا ما طبختوش النهارده؟ يا بابا انا زهقت من اكل الشارع ده بقى. وانا كمان زيك يا ابني، معدتي نشفت من السندوتشات والوجبات الجاهزه دي. ايه بس يا بابا، مال حضرتك في ايه؟ ما لقيناش حاجه ناكلها. طب الحمد لله بقى ان انا خدتها النهارده من قصرها واتغديت بره. بابا انا هروح اتغدى عند طنط سميره، اعمل لحضرتك طبق معايا. وانت يا انيسه مش عايزه تروحي تتغدي عند خطيبك فضل؟ على حسابه يا بابا ولا على حسابه. الو، انت فين دلوقتي؟ عندك محاضرات تاني؟ طيب على البيت على طول بقى. هو لازم السفرد ده يعدي ياخدك؟ خد التاكسي وروح. اسمعي، مين اللي هيطبخ النهارده؟ ايوه يا بابا. لا انا لسه في الجامعه، قدامي بالظبط محاضره واحده وبعد كده هطلع على الورشه اقعد فيها ساعتين، يعني اخلص شويه شغل كده واستنى اما سامي يجي يستلم. ايوه يا فضل، مامتك السبب في كل اللي حصل ده. ليه بقى؟ هي كانت مامتك اللي حطت في دماغ باباكي انه يطلع مامتك؟ ايه اللي خلاكوا تتكلموا في موضوع ميعاد الجواز؟ مش قادرين تصبروا شويه؟ يا حبيبتي انا نفسي اغمض عين وافتح التانية الاقينا تحت سقف بيت واحد مع بعض. انتوا مش متفقين على ميعاد الجواز؟ ايه اللي خلاكوا ترجعوا في كلامكم؟ جرايه يا نيسه، انت المفروض تنبسطي من حاجه زي كده مش تزعلي. انبسط على ايه؟ ان بابا طلق ماما بسبب ميعاد الجواز؟ اللي انا مش قادر افهمه، من امتى باباكي بيعارض في حاجه مامتك موافق عليها؟ هو حر يا اخي، هو حر وادرى بمصلحتي. لا لا لا، مساله مش مساله مصلحه، باباكي اصلا ما بيحبنيش من الاول، والود وده يفشكل الجوازه دي باي طريقه. طب ماشي، ادي كنتوا اللي فشكلتوها، دور بقى اللي هتعرف تشوفك بعد كده. ايه ده؟ ليه كده يا نيسه؟ انت للدرجه دي زعلانه مني؟ انا مش هبقى فاضيه لك ولا انت كمان، انت كمان مش هتعرف تشوفني بعد كده، هتيجي البيت ازاي وبابا مش موجود؟ هنقعد لوحدنا؟ ليه بقى؟ هو فاطمه ومسعد اتطلقوا هما كمان؟ هما كمان مش فاضيين. ايه ما تتكلم، سهمت كده ليه؟ طيب بصي بقى، عشان خاطر حبنا يعني ممكن نبقى نتقابل تاني في مكان هادي زي ده نقعد نتكلم بس. لا لا خلاص، انا مش هكدب على بابا تاني، كفايه اني كدبت عليه النهارده وقلت له اني في الجامعه، وفر فلوس المكان الهادي، وبعدين انا مش فاضيه، انا ورايا طبيخ. بجد؟ فين ساقعه النهارده؟ حد هنا ولا ايه؟ بابا شكرا. يا بابا ازاي حضرتك؟ انا جاي اشوفك بتعرفي تشتغلي ولا خايفه. يا بابا ده انا اللي مظبطه عربيه حضرتك بنفسي. انا قلت سامي قال كده بس عشان يجاملك. علام العربيه لسه محتاجه شويه تصليحات، هظبطها لحضرتك دلوقتي حالا. طب يلا شدي حيلك عشان تروحي معايا. بس لما يجي سامي يستلم. لا ما انا قاعد مستني معاكي، مش انت بتقولي هتظبطي لي العربيه؟ طبعا. وريني شطارتك. حاضر، ثانيه واحده. بس انا بقى خايف على انيسه وفاطمه، ده وقتهم كله في شغل البيت والطبيخ والغسيل والحاجات دي، قلقان عليهم انا. طب فيها ايه اما تجيبوا شغاله؟ ما هو بابا مش راضي. خايف تكون اخلاقها مش كويسه صح؟ لا بس انا بقى اخلاقي كويسه من ناحيه دي، انا ضمناك، بس يمكن باباك مش ضامن الشغال، مش عارف، بس الموضوع ده بقى محرج كده شويه. طب انا عندي اقتراح. ايه بقى فيلسوفه؟ فيها ايه لو ماما اللي تطبخ لكم؟ معقوله يعني يا غاده مامتك بقى هتقعد تطبخ لنا؟ طب وايه يعني، ما هي بتوصف لاخواتك في التليفون ازاي يطبخ. والله هو حل عمل، بس ايه بس
افرض بابا ما وافقش. احنا ممكن ما نخليهوش يحس بالموضوع اصلا. ازاي بقى يا فلحه؟ ما هو هيحس بالفرق في طعم الاكل. احسن ولا اوحش؟ احسن طبعا. هو في حد بيطبخ زي طنط سميره؟ يا سلام، وانت متحمس قوي كده ليه طنط سميره؟ انت كنت دقت اكلها يعني ولا دقت اكلها؟ يا بنتي يا بنتي، مش هي اللي كانت بتمليكوا في التليفون تطبخوا ازاي؟ يعني هي الاستاذ، والاستاذ طبعا احسن من التلميذ. يا ابني يا حبيبي، القاعده دي مش في الاكل، لانك ممكن توصف اكله معينه لحد يقوم الحد ده عاملها احسن منك. يا بابا الطبيخ ده نفس نفس. يعني انتوا موافقين على المبدا ولا مش موافقين؟ انا عن نفسي موافقه. وانا موافقه، بس ليا شرط. شرط ايه يا انيسه يا خبيثه؟ احنا نخلي عندنا ذوق، ونخلي طنط سميره تطبخ لنا مره او اتنين في الاسبوع، وتعمل لنا كذا صنف ونحطهم في التلاجه. موافقون؟ موافقون. شكرا يا ماما. حته كمان؟ شكرا. هاتي استني دي صغيره دي يا حبيبتي. طيب حاضر. خد يا عم. على راجل انا كمان يا بابا. قال ربي مستحظي الانساني. شوف يا اولاد، انا عايز كل واحد منكم يديني نسخه من جدول محاضراته. ليه بابا؟ يعني عشان لما احتاج حد فيكم ابقى عارف مين عنده محاضرات مين ما عندوش. يعني ده مراقبه. يعني مراقبه ايه؟ هو الاب اللي يحب يطمن على اولاده يبقى بيراقبهم؟ هي كده يا بابا دايما سيئة الظن. لا كانت بتهزر بس. بابا هو انا كمان محتاج مراقبه؟ انا مش خايف غير عليك انت. كل كل. ايه رايك في الطعم ده؟ الله يا بابا قمر، الف مبروك يا حبيبي. وكمان موصي على سته زيه. سته؟ ليه يا بابا سته؟ مش حرام الفلوس دي كلها؟ حرام؟ حرام اني امتع نفسي؟ حرام اني ارجع الشباب؟ امال يعني هودي الفلوس دي كلها فين؟ يا حبيبي تعيش وتتهنى، انا ما قلتش حاجه، بس برضه تمسك ايدك شويه. امسك ايدي وابقى زيك؟ حارم نفسي متع الدنيا؟ انا مش فاهم، انت هتودي الفلوس دي كلها فين؟ جوزك سايب لك فلوس قد كده، ده غير فلوسك اللي في البنك، ومش هاين عليك تجيبي حته عربيه بدل ما كل يوم والتاني اللي اسمها التفيدة دي تيجي توصلك. اولا انا ما بعرفش اسوق، ثانيا انا ولا عايزة اتعلم السواقة ولا ليا نفس اسوق، ثالثا يا بابا انا لا بروح ولا باجي اجيب عربية ليه؟ رابعا وده الاهم، انا اصرف الفلوس اللي معايا واقعد بعد كده محتاجة. محتاجة ليه؟ وانت هتعيشي طول عمرك كده من غير جواز؟ بكرة تتجوزي وجوزك يصرف عليكي. جواز ايه بس يا بابا؟ ده انا انيسه بنتي لو اتجوزت النهارده ان شاء الله بعد 9 اشهر ابقى جدا. وايه يعني؟ انا جد؟ لا لا لا، ده انت الاموره الصغنن بتاعنا. ما انت كمان الاموره الصغنونه بتاعتنا. بقول لك ايه؟ حياتك دي انا هعرف ازاي اغيرها لك. انا بس كنت عايز اعرف انتي مش عايزه ترجعيني ليه؟ ما تحضرينا يا قبله. وانا مالي يا اخوي، استفلوا مع بعض، ده انتوا حكايتكم تقرف. احنا مش كنا متفقين نرجع لبعض بعد المحلل؟ انا فكرت كويس يا منير، لقيت ان مش انت الراجل اللي ممكن اعمله. ايه بس بيخليكي تقولي كده؟ انتي عارفه انا كنت بحبك قد ايه. ايوه يا اخوي، بأمرت عبله. ما انا قلت لك من اول ده راجل خاين، على راي المثل يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربه. ما تخليكي محضر خير بقى. خير ايه؟ هو انت فين من وراك يجي خير؟ لو كان وراك خير كنت قلت لك خدها وروح بيتكم، لكن طبعا هتقعدها يومين ثلاثه وترمي عليها يمين الطلاق وبعدين ترجع تقعد في قرابيزي. يا منير انت عينك زايغه. يا جماعه ايه حكايه عينك زايغه دي؟ انا دلوقتي بمشي ابص في الارض. يا سلام، بتبص في الارض ولا بتبص من تحت لتحت؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ هو انا كل ما الاقي دماغها تقولي كلمتين تجننيها بيهم؟ يا اخويا انفلق، انتوا حرين مع بعض. لازم تفهم بقى يا منير ان انا مش هرجع لك. وانت لازم تفهمي بقى ان سعيد مش هرجع لك تاني. ليه بقى؟ سعيد خلاص طلق بقى حر. يا خيبك، هو انت خربت بيت هو كمان؟ انا عارفه هو طلق ليه. لا معلش، ده مراته هي اللي طلقته وهو هيموت عشان يرجعها وهي رافضه. رافضه ليه بقى؟ مش مالي عينها يا حبيبتي. معلش بقى يا منير، سعيد ده اي واحده في الدنيا تتجوزه يملى عينها ونص، بس انت اللي بتغير منه. انا غير من سعيد؟ ده طول عمره قفل. ف
طب يا اخويا مفتح انت، اديك عمال بتبص الايادي مش عارف ترجع مراتك. افهم بقى يا منير، انت ليه مش عاوز تصدق ان انا مش عايزاك؟ انا مش هرجع لك، اعمل ايه عشان تفهم؟ احلف لك؟ لا يا اختي ما تحلفلوش. لا تحلفي ولا احلف لك، خلاص الموضوع ده انتهى من زمان. يا تفيده جايه النهارده تاني؟ هي هتنط لنا كل يوم ولا ايه؟ يا بابا والله دي بتحب حضرتك قوي. وانا مالي؟ انت عارف مين اللي عامل الكيكه امبارح اللي عجبتك؟ اوعى تقولي هي. دي تحفه تحفه، بتعمل اصناف حلويات ولا احسن حلواني في مصر. خلاص خليها تعمل، بس بشرط ما يكونش فيه غرض في نفس ابن يعقوب. يا بابا دي اموره اموره، بس اللي يقدر. يا ابن صاحبتك وصلت اجر. وانا لو النبي مش كل مره تنزل وتسيبها، تفتكر ان احنا مش عاوزينها تجيبنا؟ انا دلوقتي ما بقاليش حد الا تفيد، ده هي اللي بتسال عليا اكتر من ولادي. سلام عليك يا ناهد، طول عمرك طول عمرك غاويه تعذبيني. بابا موضوعي انا وفاطمه ملوش علاقه بطلاق والدها ووالدتها. امال ايه السبب؟ سبب شخصي محدش يعرفه. يعني طلعها كده من الباب للطاق؟ ما هو لازم يكون في سبب. ايه يعني مش متفقين بعد العمر ده كله؟ جايز يا بابا، وحضرتك عارف انها بتحصل كتير، خصوصا لما بيبقى الجواز اصلا مبني على غلط. يبقى لازم في حاجه غلط. يعني ايه يا ماما؟ يعني شايفها ماشيها مش مظبوط. لا 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 بلاش نتكلم على الناس بالشكل ده. كل حي وله ظروفه. انا بقى خايفه البنت تطلع لامها. ايه الكلام ده يا ماما؟ فاطمه دي اشرف بنت انا قابلتها. بصراحه انا مش مستريحه لها، ما هي البنت اللي تعمل الحاجات دي من ورا اهلها يبقى ملهاش امان. ماما يكون في علمك انا مش هتجوز بنت الست روحيه. الحمد لله ريحتني يا ابني، اهو جبالك على بلاطه من الاخر. فنجان قهوه بقى يعدل مزاجك ويخليك تفكري في الكلام اللي قلته لك. يعني اتفضلي حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا عبدو بيه بقى احضرنا واشهد. خير؟ اصل عمال اقول انها تيجي ما عندك كوافير بتاعك يعمل لها تسريح على مود، مش راضيه. خليكي قاعده مكتئبه كده، لما انت قاعده كده بالشكل ده طول النهار اتطلقتي ليه؟ انا اعرف ستات في سنك ده عاملين في نفسهم البدع، اللي عامله شعرها مش عارف ازاي واللابسه فستان اخر شبابي، يرنوا الضحكه زي اجمل موسيقى. لا بالمناسبه ما حدش سال عليا في التليفون؟ لا ما حدش. ولا صاحبة الصوت الحلو؟ انا بقول لحضرتك ايه يا بابا، ما تسجلها صوتها على شرايط تقعد مع نفسك كده لوحدك تسمعه راحة نفسية. أصلي بقالها مدة ما بتكلمنيش، صوتها وحشني جدا. هو صوتها حلو قوي يا عبدو بيه؟ هو صوتها بس وكلامها كمان. كلامها؟ هو كلامها ايه بالظبط يا عبدو بيه؟ هي برضو بتقولي يا عبدو بس من غير بيه عشان خدنا على بعض يعني. وعبدو بيه بتطلع من بقها احلى من اي اغنيه لام كلثوم. الله 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 يا عبدو بيه. على فكره انت صوتك قريب جدا من صوتها، بس لا مؤاخذه يا تفيده ايش جاب لي جاب. عن اذنكم انا داخل اغير هدومي. حاجة غريبة قوي يا تفيدة، الست اللي بتكلمنا في التليفون دي زي ما تكون عارفة عننا كل حاجة وعن بابا بالتحديد، يعني عارفة بيدخل امتى بيخرج امتى بينام امتى بيصحى امتى، دي عارفة احنا بنطبخ ايه. يا خبر، معقول؟ زي ما تكون صاحبتنا قريبتنا.
يعني احنا لو في خط تاني في البيت. انا كنت اقول ان شغاله من الشغالين بتعاكس. والله يا كل شيء جايز. ولا على ايه؟ انا بعض الظن اسم. مين اللي طبخ الاكل ده؟ وما تكذبوش، مين اللي طبخ الاكل ده؟ مش هنتغدى بقى ولا انت لسه ما جوعتيش؟ بصراحه يا ماما انا خايفه يكون انكل سعيد شاف فاطمه وهي خارجه بصينيه المسقعه. لا ما تخافيش يا حبيبتي، انكل سعيد لو عرف الموضوع ده هيفرح قوي. ليه يا ماما؟ قولي لي يا ماما ليه. انا اقول لك ليه، لانه طول عمره بيتمنى ياكل من ايديا لحد دلوقتي. بصراحه يا ماما انا لحد دلوقتي مش مصدقه اللي حصل ده. قصدك ايه؟ موضوع طلاق انكل سعيد من طنط ناهي. يا حبيبتي احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ولا انت لسه مش مقتنعه بوجهه نظري؟ طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال وممكن تجاوبيني عليه بصراحه. ما انت عارفه ان طول عمري بتكلم معاكي بصراحه. بابا الله يرحمه لو كان لسه عايش، يعني بعد الشر بعد الشر، كان ممكن ده يحصل ما بينكم؟ كان لازم يحصل من زمان. لكن لكن ايه يا ماما؟ يعني ضحيت بسعادتي عشانكوا انت واختك، كنت قلقانه عليكوا قوي. يمكن ميربت ما كنتش قلقانه عليها لانها اتجوزت، لكن قلقي عليكي كان اكتر. يعني لو كنت انا اتجوزت كان ممكن ده يحصل؟ وبعدين بقى يا غاده احنا مش هنتغدى ولا ايه؟ يلا عشان تساعديني. حاضر يا ماما. ليه فضلتوا مخبيين عليا؟ ليه ما حدش منكم قال لي؟ احنا يا بابا كنا خايفين لحضرتك يعني ما توافقش. يعني بالعكس كنت فكرت في الفكره دي، بس كنت خايف من حاجتين. اول حاجه ان سميره تحرج، وتاني حاجه انكم ما توافقوش. هو انا يا بابا اللي اقترحت الفكره دي، بس في الاول بقى هما ما كانوش متحمسين خالص. ازاي بقى؟ ده انا كنت متحمسه وهم يا بابا، لدرجه ان قلت الفكره دي هايله لانها هتوفر لنا وقت في المذاكره. مش كده يا انيسه؟ انا وافقت عشان خاطر بابا. عشان خاطر ليه يا بنتي؟ اصل انا كنت خايفه يا بابا لحسن الاكل اللي بنعمله لحضرتك ما يكونش عاجبك. بالعكس انا عجبني جدا الطبيخ اللي انتوا عملتوه وقت امكم قالت لكم لازم تعملوا كل حاجه بنفسيكم، حتى وقتها زعلت من رايي. ما هو ده برضو كان اكل طنط سميره بس من خلال التليفون كمان. اهو فهمت فهمت. ومن امتى بقى طنط سميره بتطبخ لنا؟ من حوالي اسبوعين يا بابا، اسبوعين. ومين في كل طلب منها؟ لا يا بابا انا ما طلبتش منها، انا كنت بحكي ظروفنا لغاده يعني، وغاده هي اللي طلبت من طنط سمير. طيب وهي ما قالتلكش اذا كانت متردده في الاول او يعني رافضه يعني؟ يا بابا دي ما صدقت بجد. اول لما افتكرت يا حبيبتي بعد ايه؟ بعد ايه جايه تسالي يا نازله؟ عيب عليكي ما تجيش منك انت. انت فعلا معاكي حق، انا فعلا اتاخرت عليكي، لكن لكن ايه ده؟ انت كده المفروض اول واحده تسالي يا نازله. طب اسمعيني الاول وانت هتعذريني. انا ما اعذرش حد، احنا مش مجرد صحاب وقرايب، احنا كمان هنبقى نسايب. عيب. ما هو ده السبب بصراحه اللي ما خلانيش اجي. السبب ايه؟ النسب يا نازله. اصلي يا حبيبتي فضل ابني قال لي ان سبب الطلاق هو الموضوع ده، يعني عشان جيت وكلمتك وقلت لك احنا مستعجلين شويه في جواز الولاد. بنتك قالت له اول ابوها ما عرف زعل واتخانق واتزربن وحصل اللي حصل. يعني احنا تافهين وهايفين للدرجه دي عشان نتطلق للسبب ده؟ انت بتتكلمي في ايه بس يا نازله؟ يا حبيبتي موضوع ابنك ده كان القشه، احنا كده كده كنا هنتطلق. وبعدين انا مش شايفه انه مهم جواز ابنك قوي دلوقتي ولا وقته بصراحه. جواز ابني مش مهم؟ امال ايه المهم؟ بصي يا نازله انا بعد عنك بقت عندي حاجه زي العقده، يعني لا عايزه اتكلم في جواز ولا عايزه اتكلم في طلاق. شوفي موضوع حلو تاني بقى نتكلم فيه. ايوه بس انا عايزه اعرف ايه اللي هيتم. اللي هيتم ده انا ما بقتش فيه دلوقتي،
ده موضوع تتكلمي فيه مع ابوها، هو اللي تاخده وتده معاه دلوقتي. انا بقيت بره المواضيع دي كلها. في ايه يا ناهد؟ ما انت بتقولي ابوها محكم رايه. انا مش فاهمه انت مستعجله كده ليه على جواز الولد؟ ازاي يا ناهد؟ الواد قلقان، ابني قلقان، عايز يعرف راسه من رجليه. ابنك عارف كويس قوي ان هو ان شاء الله مصيره هيتجوز بنتي، محدش قلقان الا انت يا نظله. الله، طبعا لازم اقلق على جواز ابني. امال اقلق على مين؟ اقلق على ابوك اللي انت حيرانه تجوزي مين وفي الاخر عايزه تدي له تفيده. طب يا ريت يسمع من بقك ربنا. يا شيخه يا شيخه حرام عليكي، تفيده ايه اللي انت محتاره بيها؟ ده انت ام، دوري الاول على جواز بنتك. قلتي لي بقى، يعني انت عايزه تكلفتي جوازك الواد والبنت عشان خاطر موضوع بابا صح؟ بصراحه يا ناهد، انا ما عرفت انك هتجوزي تفيده قعدت مع نفسي كده وفكرت وقلت طب ليه يا بنت يا نازله، ما انت اولى بيه تتجوزيه انت، على الاقل يبقى زيتنا في دقيقنا. لا يا نازله ما ينفعش، البنت وجدها ما ينفعش، هو نسب واحد بس اختاري. الاحساس بالظلم شيء فظيع يا سعيد. صدقني ما دام فقدت الثقه فيك الحياه معاها هتبقى في منتهى الصعوبه. بس دي اول مره تحصل. ما هو ده الاختبار الحقيقي. طب اعمل ايه بس؟ تعمل ايه ايه؟ قول لي بصراحه، يعني انت دلوقتي وانت عايش لوحدك مش مبسوط؟ بتخرج وتدخل من غير ما حد يسالك انت رايح فين وجاي منين؟ انا اخدت على الجواز يا سعيد، وبعدين انا وضعي مختلف عن وضعك. مختلف من ناحيه ايه؟ انا ما عنديش اولاد. بالعكس، ده لو في اولاد كانت المشكله هتبقى اكبر. اسالني انا. انت اصلك ما تتصورش عذاب الوحده لما بدخل البيت وما الاقيش مراتي. انا بقى بحس بالوحده ومراتي معايا. صدقني يا محسن، الحب الحقيقي هو اللي يخليك ما تحسش بالوحده، ما تحسش بالملل، تحس ان البيت مليان حياه وبالمشاركه الحقيقيه وبالسعاده. فاكر سميره؟ طبعا فاكرها، ما انا كنت بشوفها في المستشفى لما ابنك كان تعبان. ايه رايك فيها؟ ايه ده بقى، انا فاكر انك سالتني السؤال ده اكتر من مره. ايه الحكايه بالظبط؟ انت ناوي تتجوزها ولا ايه؟ شكلك كده مش موافق. افهمني، انت دلوقتي لو مراتك رفضت ترجع لك مش هتدور على واحده ثانيه تتجوزها؟ خصوصا قلت لي انك متعود على حياه الجواز. ايوه انا اخدت على حياه الجواز مع مديحه مش من اي حد تاني. وانت كنت جربت حد تاني؟ لا لا لا، مهما تقول برضو يا سعيد انا مصر ارجعها باي طريقه. انا مصر ما ارجعش لمراتي باي طريقه. انا لازم اتجوز الحب اللي اتحرمت منه سنين طويله. طب وولادك هيوافقوا؟ افتكر انهم هيوافقوا. تبقوا عيال اندال صحيح. ليه اندال ليه؟ ده جيل مختلف عننا، احنا كنا بنفكر في غيرنا قبل ما نفكر في نفسينا، لكن دول العكس. لا لا لا، انا مش مصدق يا سعيد انهم هيوافقوا، دول كانوا متعلقين بامهم جدا وبيحبوها جدا. تفتكر؟ وبعدين بقى احنا نفضل قاعدين ساكتين كده؟ بقولك ايه، انا مش قادره استحمل خلاص. انتي متردده ليه؟ قومي ندخلها جوه، دي امنا يا بنتي. انا مش قادره اقوم من مكاني، انا حاسه انها هتكسفنا ومش هترضى تقابلنا. ازيكم عاملين ايه؟ جدو ازيك انت يا جدو، عامل ايه؟ وحشتنا وحشتنا قوي يا جدو. تو ما افتكرته، كنتوا فين المده دي كلها؟ اقعدوا اقعدوا اقعدوا. طيب واحنا كنا هنعمل ايه بس يا جدو؟ ده ابونا ودي امنا. لا امكم كانت محتاجه لكم زي ما شالت همكم واستحملتكم، جه الوقت ان انتوا لازم تشيلوا همها. انا بقول انكم غلطتوا، كلكم غلطتوا. انا مش بقول كده بدافع عنها عنها بنتي، لكن انا بتكلم على اللي انا شايفه. واحنا كان في ايدنا ايه يا جدو نعمله وما عملناهوش؟ ولا حاجه، مش اكتر منكم تطبطبوا عليها وتحسسوها بالحنان زي البنت منكم ما بتبقى محتاجه لحضن امها. الام برضو بيجي لها لحظه محتاجه تريح على صدر بناتها. يا جدو انت ما تتصورش احنا بنحب ماما قد ايه. الحب مش بالكلام، كان لازم تحسسوها بكده، بكلمه حلوه، كلمه طيبه، ابتسامه، كوبايه شاي حتى تطلبها او من غير ما تطلبها تتقدم لها. انتوا غلطتوا، كلكم غلطتوا، انت وهي واخوكم. اما ابوكم ده بقى فخلوه على جنب.
أرجوك يا جد، أنا عايزة أشوف ماما دلوقتي. أنا عارف نهد كويس، نهد مطعونة، والطعنة اللي بتوجع طعنة الحبيب. أنا هحاول معاها، أحاول أخليها تقابلكوا وتقعد معاكوا. يا مبروكة. ست افتحي يا ست ناهي، افتحي الله يبارك لك. مهما كان هما دول بناتك. الست ناهي قافلة على نفسها بالمفتاح، مش راضية تفتح يا سيدي. ماما مش عايزة تشوفني يا كده. لا لا ازاي، دي اكيد نايمة. انا عارف نهد بنتي نومها تقيل قوي قوي، بس انتوا اللي ما كنتوش واخدين بالكم. ايه يا نادر انت عملتيه مع بناتك ده؟ انت ايه قلبك حجر؟ ما يصعبوش على حضرتك قوي كده، الحكايه كلها بس ان هم احتاسوا بلاصوا فجايين طالبين شغاله مش ام. بناتك يا نادر اصله ومتربيين، انت بس اللي مش شايفه غير عيوبهم قدامك. صدقني يا بابا انا شايفه الحقيقه كويس، هم عايزين حد يشيل عنهم الحمل زاد، فجايين عايزين شغاله اوتوماتيك. بناتك ما لهمش ذنب في اللي انت وسعيد وصلتوا له، ما تاخديش ولادك بذنب ابوهم. لا 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 يا بابا، انا فاصله خالص بين سعيد وبين ولادي، دول ولادي سواء انا متجوزه ابوهم او متطلقه منه، دول ولادي، بس هما مختاروش ان انا ابقى امهم. لو انا امهم بصحيح ما كانوش باتوا ليله من غير ما يسالوا عني، ما كانوش قضوا ساعه من غير ما يرفعوا سماعه التليفون 500 مره يسالوا عليا. اقول لحضرتك ايه؟ خساره العمر اللي ضيعته تحت رجليهم. ما قالكش عاوزنا ليه؟ لا قال لي ان في مشروع وعايز اطرحه علينا. مشروع؟ يا سلام بقى لو بابا يسيبه من وظيفته دي ويبقى الرجل من رجال الاعمال. يا سلام يا سلام. ميرسي يا جميل. ايه وقفت ليه يا راجل؟ اقعد صب لي الشاي يا نيسه. حاضر يا بابا. ايه بقى يا بابا؟ قول لي خير، ايه هو المشروع؟ ايه مستعجله قوي كده؟ اصل مسعد قال لنا ان حضرتك ناوي تعرض علينا مشروع. انا بقى زي ما حضرتك عارف بموت في مشاريع. طب مش يمكن المشروع ده ما يعجبكيش؟ انا بقى من رايي ان اي حاجه في الدنيا قبل المناقشه والتعديل. بتعجبني طريقتك في التفكير. نبتدي. ايه رايكم في سميره يا بابا؟ احنا فاكرين ان حضرتك هتكلمنا عن المشروع. ما هو ده المشروع اللي هكلمكم فيه. ايوه يا بابا فهمت، يعني قصدي حضرتك ان طنط سميره تخش مع حضرتك شريكه في الموضوع. تمام، عشان كده عايز اخد رايكم في سميره. يا بابا هي كويسه جدا واخلاقها عاليه قوي، يعني حضرتك تقدر تدخل معها اي مشروع وانت مطمن. يعني كلكم مجمعين على حبها؟ طبعا يا بابا. الحقيقه يا بابا هي تتحب. فكره عظيمه يا بابا. هي ايه الفكره العظيمه دي؟ ان حضرتك تعمل مشروع مع طنط سميره. بس انت مشكوك في شهادتك دي لان ليك مصلحه. عشان كده لازم ناخد رايك بتحفظ يعني. يا بابا يا حبيبي حضرتك ما قلتناش ايه هو المشروع. هو مشروع جواز. انا
انا بفكر اتجوز سميره. تتجوزها؟ تتجوزها ازاي يا بابا؟ طب وماما؟ يا بنتي امك حره دلوقتي زي ما انا حر، كل واحد له حياته. يعني انت وماما مش هترجعوا لبعض تاني؟ هنبدا المناقشه بالعياط؟ ما ينفعش، انتوا كبرتوا يعني، كل واحده فيكم هتتجوز وهتبقى مسؤوله عن بيت قريب. وماما يا بابا؟ يا بنتي انتوا ليه بتحملوني ذنبها؟ هي اختارت حياتها، هي اكتشفت ان سعادتها مش في وجودها معايا، وانا اكتشفت نفس الحكايه. المهم الواحد وهو بيدور على سعادته ما ياذيش الاخرين. وانا قبل كده لما سالتكم عن سميره ودلوقتي عرفتوا انتوا بتحبوها قد ايه، ده اللي خلاني ما اترددتش ان انا افكر في الجواز منها. انا عمري ما تخيل ان في واحده ممكن تيجي تحل مكان ماما. يا بنت انا ما عملتش حاجه غلط. يا بابا اهدى اهدى بس، هي انيسه ما تقصدش، هي مش معترضة على جواز حضرتك من طنط سميرة بالأخص، هي معترضة على جواز حضرتك من أي واحدة تانية غير ماما. يا بنتي لو اتجوزت سميرة أو غير سميرة أمكم هتفضل أمكم. بابا أنا شايف إن مفيش مشكلة. فاطمة أنا عايزك تروح لسميرة وتقول لها بابا عاوز يقابلك. استني بلاش أنت، يعني الأقربون أولى. حضرتك تقصد مسعد؟ بيعجبني نبهتك مسعد. فاهم يا بابا فاهم، انا هروح دلوقتي لطنط سميره واقول لها بابا عايز اتجوز حضرتك. انت حمار؟ انت عامل زي القطر ما بيوقفش في المحطات. انت تروح لغاده تقول لها بابا عاوز يقابل والدتك بس.